لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. بارك الله بكم ونفع بكم، وجعل هذه القناة أسلوباً من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. والله يا أخوان أنا متألم جداً، بسمع من أخواننا بالهاتف وشكاوى مكتوبة، بيوت مسلمين جحيم لا يطاق. هذا قدر؟ هذا خطأ، مو قدر. ألا تستطيع أن تكون زوج راقي، زوج مهذب، زوج لطيف، زوج متسامح، زوج عطوف، زوج رحيم؟ ألا تستطيع أيتها الزوجة أن تكوني واعية؟ كسب المال صعب جداً صار، عقبات ومتاعب وضغوط وقوانين، هي مرتاحة، تريد كل حاجاتها بلا تلكؤ، ما تعذر زوجها. ضغطها الشديد أحياناً يخرجه من اتزانه. في بالبيت شيطان، إما مع الزوج أو مع الزوجة أو معهما معا. بيوت المسلمين جحيم لا يطاق، ما في ود، ما في محبة، ما في احترام للأب، ما في احترام للأم، ما في اهتمام بالأولاد. مرة ثانية، مفهوم الشيطان مفهوم ضبابي عند معظم المسلمين. أحيانا تلاقي إنسان يندفع إلى الأذى دون أن يربح شيئا، أحيانا تقع مصائب كبيرة بسبب كلمة، بسبب غفلة بسيطة. لذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا دخلت بيتك، إذا خرجت من بيتك، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أن أذل أو أذل، أو أن أظلم أو أن أظلم. في دعاء لدخول البيت، دعاء للخروج منه. يعني يجب أن تعلموا أن أكبر هدف للشيطان التفريق بين الزوجين وبين الأخوين وبين الشريكين وبين الجارين. حينما يكون المجتمع ممزقاً هذا من أهداف الشيطان. والمجتمعات الآن أيها الإخوة ممزقة والله. آية الكرسي إذا قرأت بصدق وإخلاص، إذا كانت مقروءة بقلب حاضر، فإن الشيطان يولي دبره. سبحانك يا رب، يعني ما في إنسان معصوم. أحد العلماء يرى أن هذا المشروع من أجل أن يخرج منه الجني ينبغي أن يضرب ضرباً مبرحاً كثيراً. قال هذا الضرب ليس له، للجني. فتساءل عالم آخر، قال ما الدليل؟ لم يرد هذا لا في القرآن ولا في السنة. طعمي أكلت موتك وأنا عم عالجك، الله ذكر الدواء فاستعذ بالله، ما ذكر الضرب. وأنا أسمع هذا كثيرا، كل إنسان يذهب إلى من يظن أنه يصرف عنه الجن يضربه ضربا مبرحا، وقد يكون الضرب فوق طاقة احتماله. قال هذا ليس له أصل إطلاقا. فضلا عن آية الكرسي، يفضل أن نقرأ لهذا الذي أصابه مس من الجن، أو أصابه سحر الساحر، أو أصابه مس من شياطين الإنس. الآن شياطين الإنس أبلغ أثراً من شياطين الجن، شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن. تلاقي فرضاً طفل بريء شاب سهر مع رفقاته، شرب كاسة الشاي فيها مخدر، خلاص بدأ كل شيء بملكه اشترى فيه المخدرات، بعدين تبين، بعدين سرق، بعدين سمح لرفيقه يواقع أخته من أجل ثمن المخدر. والله في قصص أيها الإخوة عن المخدرات
يشيب لهولها الولدان، هذا الشيطان. فالإنسان يجب أن يكون في أعلى درجة من اليقظة، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي، مرة ثانية، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تدخل لبيت لا تعرفه، ولا تدخل أحدا لبيتك وأنت لا تعرفه. الآن الفاتحة، يروي الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه: إذا ترضينا عن إمام محدث من باب الدعاء، وإذا ترضينا عن صحابي جليل من باب التقرير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فرق كبير بين أن تقول رضي الله عنه دعاء أو تقريرا. يقول عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل يا رسول الله لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. حديث آخر عن فضل الفاتحة، والحديث أيضا في الصحيحين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، يعني طلبوا أن يكونوا ضيوفا عندهم، فأبوا أن يضيفوا، فلدغ سيد ذلك الحي، يعني رئيس هذه القبيلة لدغ، إما بأفعى أو بعقرب، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم عندهم بعض شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يقرأ الحمد لله رب العالمين. فهذا المندوب كأنما نشط من عقاله، نشط واستعاد حيويته وقوته، فانطلق يمشي وما به قلبة، فأوفوهم أي أعطوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. وقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى تأتي النبي عليه الصلاة والسلام فنذكر له الذي كان، فننظر في أمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. العلماء استنبطوا من هذا الحديث: يجوز أن تأخذ أجر على رقيتك. في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لذيغ أو سليم. اللذيغ الذي لدغ بعقرب أو بحية، لكن السليم هو اللذيغ، تفاؤلا له بالسلامة. فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم راق؟ إن في الماء رجلا لذيغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، قرأ بفاتحة الكتاب على شاء، ما قرأها على الشاء، قرأها على الملدوغ، لكن بأجر قدره شاء. فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا؟ حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. في الرقية فقط يعني حديث خاص والحكم خاص ولا يقاس عليه أبدا. في موضوع الرقية يجوز أن يأخذ الراقي أجرا على رقيته. عند الصحابة معلوم لديهم أن أخذ المال على قراءة القرآن حرام في غير الرقية، كما فهم أصحاب النبي رضوان الله عليهم حين قالوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم: أخذ على كتاب الله أجراً وبما سمعوا من كتاب الله قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً. إذاً فليحذر الذين اتخذوا تلاوة القرآن صنعة لهم يلبون بها حاجات الناس في المناسبات، ليحذر أن يكون كسبه غير مشروع. أيها الإخوة، حديث ثالث. بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضاً من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما يا محمد، ولم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. صار المعوذتان وآية الكرسي وفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، هذه الآيات وتلك السور يرد بهما السحر، ويرد بهما المس، ويرد بهما كيد شياطين الإنس الذين هم من بني جلدتنا. روى الإمام أحمد، روى أحمد عن عبد الله بن جابر قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهرق الماء، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله، ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا. فخرج علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد تطهر، فقال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ألا أخبرك يا عبد الله ابن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمه. لازلنا في فضائل سورة الفاتحة. وروى الترمذي عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني. أيها الإخوة الكرام، هذا الأسلوب الشرعي في مدافعة السحر والمس ومدافعة شياطين الإنس، بالاستعادة بالله تكون أقوى البشر، بالاستعادة بالله تكون أعلم البشر، بالاستعادة بالله تكون أغنى البشر. لكن سبحانك يا رب، في أشياء كثر تردادها ترداداً لفظياً أجوفاً فارغاً فقدت معناها وفقدت قيمتها. مثلاً لو أن إنسان أغضب إنساناً، ماذا يقول الإنسان الذي أغضب؟ أشهد أن لا إله إلا الله. هل أنزلت هذه الشهادة من أجل أن تعبر بها عن غضبك؟ قد تسأل إنسان ملحد: كيف الصحة؟ قال: الحمد لله. تحمد من؟ في كلمات من كثرة ما رددها المسلمون ترديداً ببغاوياً وترديداً أجوفاً وشكلياً فقدت معناها. أما أنت حينما تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عين الحاسد تضع الجمل في القدر وتضع الرجل في القبر. إذا إنسان بنعمة وتباهى بها وافتخر بها وأراد أن يكسر قلوب من حوله بها، هيك دخلي، هكذا ربحت، إلى هذا المكان ذهبت، بدأ يفتخر بما آتاه الله عز وجل ليستعلي على عباد الله، قد تصيبه عين الحسود، إنه هو غافل. لما مدح نفسه وافتخر واستعلى وكبر نفسه واستكبر أثار الحسد، فيأتي حاسد غافل فيحسده فتصيبه العين. العين لا تدرأ أخطارها بكلمة عين الحاسد تبلى بالعمى، لا، بهذا لا يرد الحسد، يرد الحسد بالتواضع، يرد الحسد بعدم إظهار الزينة، بعدم التفاخر، بعدم التباهي، بعدم الزهو، بهذا يرد الحسد. أما بوضع ورقة مكتوب عليها الحسود لا يسود، هذا كلام لا يقدم ولا يؤخر. أيها الإخوة، أنا أنصح إخوتي الكرام، طبعاً أسأل الله لي ولكم السلامة من الجن، أسأل الله لي ولكم السلامة من خرافات المخرفين ومن شعوذة المشعوذين ومن ضلال الضالين ومن كل فساد وتيه في الأرض، ولكن أنا أعدكم رسلاً لمن حولكم، لكل واحد منكم في حوله أناس، فإذا وصل إلى سمعه مشكلات من هذا القبيل فليقف وقفة حازمة جريئة وليؤكد أن جهة في الأرض لا تستطيع أن تؤذي أحداً إلا بإذن الله، وأن طريق رد هؤلاء هو الاستعاذة بالله، ولا سيما قراءة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. والحمد لله رب العالمين.